أكد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد 10 من أقارب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي. ذكر المتحدث باسم الدفاع المدني أنه تم انتشال شهداء وجرحى ولازال عدد من الشهداء تحت ركام المنزل. أكد أيضا أن الطواقم تواجه صعوبة لعدم توفر الإمكانات والمعدات اللازمة في رفع الركام، وقد استهدف الاحتلال منزلا لعائلة هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط 10 شهداء وعدد من المصابين بينهم السيدة زهر شقيقة هنية. أبو غازي ومرته وأمه وابنه.